السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي الأعزاء، أحبائي في الله، إزيكم عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله مع فيديو جديد بيهم كل الناس اللي وصلت للـ1000 مشترك، بس القناة البث بتاع الكاميرا بتاعتهم ما تفعلتش لحد دلوقتي. طب إيه المشكلة؟ طب إحنا نعمل إيه؟ هنروح يا جماعة مع بعض، بس قبل ما نروح إن شاء الله يا ريت حضراتكم تدعمونا باللايك والسبسكرايب وتفعيل الرنة، دي أهم حاجة يا جماعة. نروح للشرح على طول، الموضوع سهل وبسيط. أول حاجة هنروح يا جماعة على القناة بتاعتك، هنروح على اليوتيوب الأول، هنروح على اليوتيوب، نفتح اليوتيوب. أول حاجة نفتح اليوتيوب العادي بتاعنا وندوس على صورة القناة. دوسنا على صورة القناة هندوس على قناتك، اجينا بالشكل ده يا جماعة. هنروح للتلات نقط اللي هم على الشمال فوق دولت، هنضغط عليهم وبعدين ننزل للمساعدة والتعليقات. المساعدة والتعليقات هنضغط على المساعدة والتعليقات. بعد المساعدة والتعليقات بيقول لك وصف المشكلة فوق، وتحتها إرسال آراء وملاحظات. هنضغط على آراء وملاحظات عشان هي دي المشكلة اللي احنا هنبعت لليوتيوب عليها. أول حاجة يا جماعة، انتوا بتروحوا للقطة الشاشة اهي في الأول تحت، بتعمل له لقطة الشاشة، تضغط عليها بيطلع لك كده دايرة صفرة ودايرة سمرة. احنا اللي يهمنا هنا الدايرة الصفرة اللي دي هتظلل له على الحاجة اللي انت عايزها، فاحنا عايزين الكاميرا. انت بتروح حاطط ايدك على الدايرة الصفراء ضغطة واحدة وتروح نازل على الكاميرا وبتروح مظلل عليها كده بالشكل ده يا جماعة. هديك انتوا ظللتوا عليها كده اهوت، بتروح عامل له علامة صح اهي يا جماعة، بتعمل له علامة صح هنا اهوت، ماشي يا حبايبي. بعد ما تعمل تظلل على علامة الكاميرا بتضغط على علامة صح فوق على الشمال، دي أول خطوة. طب الخطوة التانية إيه؟ الخطوة التانية يا جماعة اللي أنت الرسالة، هتكتب الرسالة اللي أنا بقول لكم عليها دهيت، بتكتبها أنا أهو، تضغط على علامة تحت اليميل بتاعك على الرسالة، بتكتب إيه يا جماعة اللي أنا هنقول لكم عليه؟ مرحبا يوتيوب، مرحبا يوتيوب، الرجاء تفعيل كاميرا المنتدى لعمل البث المباشر ضروري، لأني أحتاج إليها، وشكرا. كده يا جماعة احنا كتبنا الرسالة قدام حضراتكم، هي دي الرسالة، تكتبها بالنص كدهوت، ماشي يا جماعة، هي دي الرسالة. طبعا انا عندي كاميرا، الكاميرا متفعلة والكلام ده، بس عشان ما اقعدش اتعب اليوتيوب وابعت له وبعدين يقول انت بتبعت الكلام غلط، فانا بس عشان اعرفكم الفيديو ده هو الخاص بالعالم او الناس الحلوة اللي وصلت لـ1000 مشترك وفعلت المنتدى. احنا عاملين فيديو برضو نفس الكلام، كان في ناس عندها ما فعلتش المنتدى وكانت وصلت للـ1000، بعتنا لها الرسالة وجت لها والحمد لله، برضه لا بعد ما جالهم المنتدى ما معرفوش يفعلوا الكاميرا. طب احنا بنعمل ايه؟ بعتنا اهوت نفس الكلام، بعتنا بلقطة الشاشة وبالكلام النص ده اهو، يتبعت لليوتيوب في خلال 24 ساعة يا جماعة او 48 ساعة بالكتير، هيوصلكم ان شاء الله تفعيل الكاميرا. تمام، مشيت على نفس الخطوات اللي قلت لكم عليها، لقطة الشاشة اهي يا جماعة بتظل اهو، لقطة الشاشة زي ما قلت لكم نعيدها لكم بسرعة، بتضغط على العلامة الدايرة الصفراء دي ضغطة واحدة
وتنزل تظلل الكاميرا بس اللي هو الفيديو دي بس، وتروح تعمل علامة صح على الشمال زي ما انتوا شايفين اهوت. ودي أول حاجة، أول خطوة. تاني خطوة اللي هو الرسالة اللي أنا كتبتها لكم: مرحبا يوتيوب، الرجاء تفعيل كاميرا المنتدى لعمل البث المباشر لأني أحتاج إليها وشكرا. وتروح دايس على السهم الأزرق اللي على الشمال ده، أهم حاجة هيروح باعت لك الرسالة اللي هو نشكرك على إرسال التعليقات من فريق يوتيوب، وفي خلال 24 48 ساعة هيبعت لكم يا جماعة. وهو ده موضوع الفيديو بتاعنا. يا ريت ما تنسوش اللايك ومشاركة الفيديوهات وسبسكرايب وتفعيل الرنة. كان معاكم أبو جاد من قناة شاهد وافهم وتعلم ونوعات على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم يا جماعة، شكرا لكم. ادي الفيديو وانا قاعد في دقيقتين على طول.